أهلا بكم. آلاف السوريين يتظاهرون في عدد من المناطق السورية في جمعة تسليح الجيش الحر، وذلك غداة سقوط حي باب عمرو في حمص في أيدي قوات النظام بعد 27 يوما من الحصار والقصف. وقتل 38 شخصا، بينهم 10 في باب عمرو و12 شخصا في سقوط قذيفة على تظاهر في الرستن، بينهم 5 أطفال. الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق يقول إن فريقي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الهلال الأحمر لم يتمكنا من دخول حي باب عمرو في حمص الذي سيطر عليه الجيش السوري. وأكد المصدر لم يدخل أي فريق الجمعة إلى حي باب عمرو، كما أن السلطات لم تسمح بدخول المساعدات، مشيرا إلى أن المفاوضات ما تزال جارية. الصحفيان الفرنسيان إيديث بوفييه وويليام دانييلز يصلان إلى باريس الجمعة قادمين من لبنان، بعدما تمكنا من الخروج خلسة من سوريا بمساعدة ناشطين سوريين. وكان في استقبالهما الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي قال: أريد أن أقول أن على السلطات السورية أن تحاسب أمام المحاكم الجنائية الدولية على جرائمها. فوز علي لاريجاني المرشح البارز للمحافظين الإيرانيين والمنتقد بشدة للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بغالبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أمس الجمعة. ومن المتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل. ويتصدر المنافسون المحافظون لنجاد الانتخابات البرلمانية، فيما فشلت شقيقة الرئيس في الفوز بمقعد في محافظة جارميزار. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يقول إنه سيأمر القوات العسكرية الأمريكية بتدمير منشآت إيران النووية إذا أخفقت العقوبات الاقتصادية في إقناع طهران في التخلي عن برنامجها النووي. وفي التزام جدي تجاه إسرائيل، شرح أوباما كيف يقترح التعامل مع برنامج إيران النووي بشرط واحد، هو أن يرجئ الإسرائيليون أي خطط لقصف منشآت إيران النووية في الأشهر القليلة المقبلة. تقرير للأمم المتحدة يشير إلى أن الثوار الليبيين الذين قاتلوا قوات معمر القذافي ارتكبوا جرائم حرب ويواصلون عمليات الانتقام ممن يعتبرونهم أنصارا محتملين للزعيم السابق ومن الأقليات. لكن لجنة الأمم المتحدة بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا لم تتمكن من تحديد أسباب وفاة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ونجله المعتصم. موقع ويكيليكس يقول إن جثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن لم تلقى في البحر، وأكدت الوثائق أن جثة بن لادن موجودة بحوزة معهد القوات المسلحة لعلم الأمراض في ولاية ميريلاند. للتفاصيل زوروا موقعنا القدس.com.